عمري كله خلصت بهالبلد وشلون خلص؟ مصيبة ورا مصيبة. لا والغشمة يقولون قبل كنا أحسن. والله لا كنا أحسن ولا هم يحزنون. حروب وجوع وقهر وشغل ماكو. وإذا ابني شفرار يعدموه. من هنا كانت مدرستي اللي درست بيها وتخرجت وصرت أستاذ بالجامعة. أي باخ والله أيام كان عندنا حب للدراسة. درست بالجامعة التكنولوجية وتخرجت مهندسة، وأول مرة قالوا لي زوجي وقعد بالبيت بس ما قبلت وكملت ماجستير ودكتورة، ولو ما أصراري كان هسه كل شيء ما استفاديت من دراستي بالجامعة. واني هم ما راح أخلي أي شيء يثني عزيمتي. أجتهد وأعمل الأهلي والبلدي قابل أبوي وأمي وأجدادي أحسن مني؟ بالعكس، إحنا واحد يكمل مسيرة الله. هم هم شافوا تعب وقهر وحروب وقتل بس ما يأسوا وقعدوا بالبيت. إذا كنا يأسنا وقعدنا بالبيت لعد منو يبني العراق؟